وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا यहाँ मौका दिया और हमारे ग्रुप को मौका दिया कुरान सुनाने का. अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के कुरान के हवाले से इस मेहनत को अपने दरबार में कबूल फरमाए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما. يا Come on.
الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وأعد لهم أجرا كريما ما شاء الله ما شاء الله يا يا أيها النبي يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ودع وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى جزاك الله خير.